والآن نتحول إلى أخبار الملاعب المختلفة. نتحول مع أخبار الرياضة من جديد إلى ليلى عمر، تفضل ليلى. شكرا لكما، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الرياضية لليوم. نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لجميع مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وبعد جولة مفاوضات استمرت لقرابة 3 أشهر، تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث حصلت قنوات أون تايم سبورتس بموجب هذا على حق البث التلفزيوني لكل مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه على شاشتها. كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات جميع مباريات المنتخبات الأفريقية في باقي مجموعات التصفيات وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات. انطلق معسكر المنتخب الوطني لشهر نوفمبر الجاري في القاهرة. بدأ المعسكر بتجمع اللاعبين بأحد الفنادق استعدادا لبدء تصفيات كأس العالم 2026، حيث قال مدير المنتخب محمد غراب إن التجمع شهد انضمام جميع اللاعبين المحليين بالإضافة لخمسة محترفين، وهم محمد النني لاعب أرسنال، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي، وطارق حامد لاعب دمق السعودي، ومحمود حسن تريزيجي لاعب طرابزون سبور التركي، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطرية. تلقى فيوتشر اخطارا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة يفيد بتأجيل مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة 8 من الدوري الممتاز، وكان من المقرر أن تقام مباراة فيوتشر والمصري يوم 7 ديسمبر المقبل، وسيتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقا، حيث جاء تأجيل المواجهة بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. أعلن نادي كومو الإيطالي عن تعيين الإسباني سيس فابريغاس مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وأوضح نادي كومو أنه تعاقد مع فابريغاس كمدرب مؤقت بعد فسخ عقد المدير الفني مورينو لونغو. وكان فابريغاس قد بدأ مسيرته التدريبية مع كرة القدم مع الفريق رديف كومو منذ يوليو الماضي، حيث انتظر 135 يوما مع رديف قبل أن يتولى لأول مرة المهمة الفنية مع فريق أول كرة القدم. ختام جولتنا الرياضية، عودة لإيمان وسحر من جديد إليكم. شكرا لك ليلى.